في بقية أخبارنا، قطع أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي مساء اليوم الطرقات بين عدد من المناطق اللبنانية والعاصمة بيروت احتجاجا على اتهام الحزب بإطلاق النار وقتل 2 من مرافقي الوزير صالح الغريب. هذا وتشهد منطقة الجبل توترا على خلفية الحادث الذي تسبب بمقتل 2 من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين المنتمي للحزب الديمقراطي. مناصرون للحزب التقدمي الاشتراكي يقطعون الطريق على موكب للوزير جبران باسيل احتجاجا على زيارة يقوم بها لمنطقة علي الشوف، هكذا كان الخبر، ليتطور بعد ذلك إلى مواجهة على الأرض مع موكب ثاني لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مواجهة تتطور إلى إطلاق نار ومقتل مرافقين 2 من مرافقي الوزير وسقوط عدد من الجرحى. اتهامات متبادلة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط والحزب الديمقراطي اللبناني الذي يتزعمه طلال رسلان، والذي وصف الحادث بالكمين المسلح. توتر كبير شهدته المنطقة أعقب قطع طرقات عدة احتجاجا على ما جرى، وفيما كانت تطالب وزيرة الداخلية ريا الحسن الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال رسلان لتهدئة الشارع، كشف وزير الدفاع الياس أبو صعب عن تقارير وصلت للجيش مع نهاية الأسبوع عن توتر في المنطقة، ما دفع الوزير باسيل إلى تغيير مسار جولته. حادث هز لبنان، ورغم سعي الجميع لامتصاص التوتر إلا أنه ربما سينعكس سلبا على الاستقرار الهش الذي كانت الحكومة تحاول الحفاظ عليه في الفترة الأخيرة. ميثم قصير، العربي، بيروت. ومعنا من بيروت مراسلنا ميثم قصير. ميثم، هل ما زال التوتر الأمني سيد الموقف حتى الآن؟ نعم رويدة، الحقيقة أن التوتر هدأ بعض الشيء بعدما خرج الناس الذين عمدوا إلى قطع الطرقات في الساعات الماضية بعد تدخل الجيش وسعي رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة عبر عدة اتصالات مع حزب التقدم الاشتراكي وحزب الديمقراطية اللبناني لتهدئة الشارع وإعادة الأمور إلى مجراها، بعدما كان التوتر بدأ منذ بداية النهار عندما كان الوزير جبران باسيل يواصل جولته في قضاء علي في بلدة الكحالي تحديدا، حيث في كلمته تطرق إلى تاريخ الرئيس ميشيل عون في هذه المنطقة، ما اعتبره مناصرو الحزب التقدمي الاشتراكي في كلمته استعادة للحرب الأهلية عندما كان الرئيس ميشيل عون آنذاك قائدا للجيش ويقوم بمعركة ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، ولذلك استنفر الناس ونزلوا إلى الشارع ورفضوا مرور موكب الوزير جبران باسيل. آنذاك قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن أفضل رد على الوزير جبران باسيل هو التجاهل وعدم الرد عليه، لكن الناس واصلت قطع الطريق، وكان موكب الوزير جبران باسيل من المفترض أن يمر من بلدة كفر متل لزيارة الوزير صالح الغريب، لكنه تراجع عن ذلك. الإشكال الذي أسفر عن مقتل المرافقين، هناك روايتين له، الأولى تقول بأن كما الحزب الديمقراطي اللبناني قال أن هناك كمين للوزير صالح الغريب، بينما الرواية الثانية من الحزب التقدمي الاشتراكي تقول بأن موكب الوزير صالح الغريب هو من أطلق النار بعدما أصر على اختراق الجموع التي كانت تقطع الطريق، ولذلك صار تبادل لإطلاق النار وسقط القتيلين إضافة إلى جريحين من واحد من حزب التقدم الاشتراكي والآخر من مرافقي الوزير صالح الغريب. مراسلنا ميثم قصير.